في إطار جهودها لرفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام لمرتادي الطرق، دشنت القوات الخاصة لأمن الطرق الحملة التوعوية الموسعة تحت مسمى أمنكم وسلامتكم هدفنا، وذلك في مركز الضبط الأمني بالجدية. يعني الهدف منها هو تعزيز أو نشر التوعية فيما يتعلق بالسلامة المرورية والسلامة العامة عموما، أيضا تعزيز التعاون والثقة ما بين المواطن والمقيم ورجل الأمن بصفة عامة، كذلك يعني إبراز الخدمات أو يعني التعريف بالخدمات اللي تقدمها القوات الخاصة لأمن الطرق لمستخدمي الطرق ووسائل الاتصال والتواصل ما بين المستفيد وبين رجال الأمن. يذكر أن هذه الحملة ستغطي كافة مناطق المملكة وتهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، فضلا عن خلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية. لقناة الإخبارية عبد الله الحزيمي، الرياض.